يعني احنا فقط مستشفى السياب هذا اللي افتتح كان في البصرة قبيل الخليجي، وقريبا ان شاء الله خلال ايام قليلة احنا اتممنا مستشفى مطابق له في محافظة ميسان ان شاء الله سيتم افتتاحه خلال ايام قليلة، وطبعا هناك المستشفيات الألمانية والأسترالية وغيرها. نقطة مهمة جدا اللي ذكرتها جنابك موضوع مستشفى الكاظمية، لازم نميز بين المستشفيات الجديدة التي تبنى من الصفر إذا صح التعبير وبين إعادة تأهيل المستشفيات المهمة. خلينا بداية في المشاريع المتلكئة الستين مشروع. الستين مشروع. إحنا على مختلف المستويات، أنت متابع جنابك إنه إحنا مثلاً مراكز رعاية صحية حوالي 20 مركز رعاية صحية في بغداد. نعم. والمحافظات مستشفى السياب العملاق الذي تم افتتاحه في البصرة، وخلال أيام إحنا نعتبر إنه مستشفى الحكيم في ميسان إن شاء الله هو في إعداد المستشفيات التامة المفتتحة. أيضا مراكز مختلفة، مراكز رعاية صحية ذكرتها ومراكز تخصصية من ضمنها مراكز لعلاج الأورام. إذا تابعت جولات أو زيارات سيد الوزير إلى كربلاء افتتاح عدد من المؤسسات الصحية من ضمنها هذا المركز، وأيضا مركز مهم لإجراء الفحوصات الخاصة بالرقابة الدوائية. أيضا في محافظة واسط مركز علاج أورام مهم جدا أيضا تم افتتاحه، فإن شاء الله خلال الأسابيع والأشهر المقبلة سيكون هناك افتتاح للعديد الكثير